جدل كبير على الصفحات السورية بعد انتشار فيديو من كلية التربية الرياضية بحماة لطلاب عم يرقصوا زومبا. خلونا نشوف مع بعض. الزومبا رقصة تم اكتشافها بالصدفة بال86. بيتو بيريس كان عم يعطي دروس برياضة الايروبيكس بمدينة كالي جنوب غرب كولومبيا، وراح بيوم من الأيام وهو ناسي الموسيقى اللي بالعادة بيشغلها خلال التمارين، فعمل الدرس على الأغاني اللاتينية، ومع الوقت اتطور هذا الأسلوب الرياضي وتحول بيريس لواحد من العلامات القوية بعالم الرياضة. طبعاً الزومبا ما نحكر على دولة معينة، الكل فيه يرقصها ويستمتع ويستفيد منه مزاياها بحرق السعرات الحرارية، حتى الكبار بالعمر لهم حصة بممارسة هاي الرياضة. تعليم رقصة الزومبا بحماة إجا بعد ما تم إرسال 3 صبايا للرقص بالسفارة الهندية، والفكرة يبدو أنها نجحت فقرروا يعمموها. دورة لتعليم رقصة الزومبا بكلية التربية الرياضية بحماة، هذا العنوان مع فيديوهات الرقص كانوا مثار جدل واسع على صفحات السورية. رفض فكرة الرقص للرجال إضافة لوجود محجبات بالدورة وكلام كتير بيتراوح بين السخرية والنقد اجتاح ردود المتابعين. خلونا نشوف شو قالوا الناس. يوسف عم يقول الشباب اللي عم يرقصوا بإذن الله مقاصف طريق حمص رح تدفع لكم رواتب كيسة، موفقين. أما أسامة فعم يقول نطالب بفتح دورة زومبا لعناصر قوى الأمن الداخلي والله لنكيف. تعليق من محمد بيقول هالشبين اللي بالفيديو مثل وقت تفتح مطربان عسل وتلاقي دبانتين. أما ليس فعم يقول حفظت الفيديو كرمال أرفقه بملفات طلب الهجرة. تعليق آخر من سمو المشاعر بيقول الحمد لله أني ما كملت دراسة وطلعت برا البلد، اشتريت بيت وسيارة وصار عندي ولدين، كانت بهدلنا وقضيناها نطنطة بهالمرائس. تعليق من سليم بيقول من الصبح مجازر وقتل وأشلاء الأطفال بتحرك مشاعر اليهود وهون الشباب عم يرقصوا زومبا، معقول كنا عايشين سوا؟ مشاهدينا فيكم تعطونا رأيكم بالتعليقات، هل الإشكالية بالرقص ذات نفسه ولا بالوقت اللي الناس عم ترقص فيه؟ ولا المشكلة بمؤسسات أسد اللي عم تعمل هيك فعاليات وتاركة شغلها الأساسي ولحق أشياء ما بتفيد المواطن السوري؟